هو آخر مكالمة تليفونية أتتني من السيد الزعيم صدام حسين. أنا كنت نايم، السيد الزعيم اتصل بيا قبل المغرب، كنت أنا بعد يومين عمل متواصل بفرغ فيه 38 ساعة مونتاج سجلتها مع الزعيم في الفترات السابقة، هي حوارات كاملة عن حياة الزعيم وأسرار الزعيم السياسية والحياتية والإنسانية في أضخم مذكرات وحلقات النشر الصحفية في التاريخ. حبيبي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وحشني كتير. طمني عليك طيب يا ريس، طمني عليك طيب. الحمد لله، شلونك؟ كيف الأحوال؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله، شلونكم أنتم؟ شلون أموركم؟ الحمد لله بخير والله، والله بخير. كيف الأحوال؟ طمني عليك. يعني بارك الله فيك. قلقتني كل الفترة اللي فاتت لا ترد وعلى ما اتصلتش بيا، وقلقتني جدا عليك. عافيه. نعم نعم. سوف ينتصر الحق باذنها عز وجل بإرادة ابناء مصر اولا. اولا الشرفاء. نحن معك يا رئيس، نحن معك يا رئيس. نحن معك. عافيه. نحن معك يا رئيس. عافيه. نحن معك يا رئيس. عافيه. على سيادتك يقول هذا يعني. الناس بتستعجلني يا ريس، الناس بتستعجلني في كل مكان في العالم، اروحه في كل مكان يقولوا متى يعني نريد الرئيس، نريد الرئيس يطل بطل الصوت. ارجوك يا كابتن الرئيس، نريد طل الصوت قوية. ولذلك احسنت بفكرة الخطاب الذي تكلفني به سيادتك لقناة الجزيرة والقنوات العظيمة الاخرى. اتمنى اتمنى يا ريس ان يبقى في طلة كبيرة من سيادتك بخطاب كبير نريح الأمة، لأن الأمة منتظرة طلة سيادتك. عارف شلون شلون الحال وشلون القوات وشلون الأعين. صحيح. هي محاطة بكل الاتجاهات. صحيح صحيح يا رئيس. القائد المنصور صدام حسين، كتير كذبتونا، كتير وجعتوا قلبنا، كتير ما صدقتوناش. مش قضية، قلتلكوا هتصدقوا في الوقت المناسب. أنا استطعت بصعوبة بالغة إن انتزع من الزعيم موافقة على عرض هذا التسجيل لحضراتكم. فجأة اتصل بيا، ردت عليه بنتي، أنا حذفت المقطع بتاع بنتي بس اللي هو حوالي 30-40 ثانية في الأول. فاتصل قالت له مين؟ قال لها طبعا كلمة السر المتفق عليها. قال لها الأستاذ محمد موجود. قالت له مين حضرتك؟ مين معايا؟ المتفق عليه يعني. فقال لها الرئيس صدام حسين. جت صحتني جاري بسرعة بنتي وأنا نايم، قمت زي مش مركز يعني خالص، في حالة يعني يرثى لها. هو حس إني نايم فاختصر المكالمة وقال إيه؟ وصدقونا مش هنتعالى ولا نقول أي حاجة خالص، هنقول إن إحنا قلنا لكم إن الزعيم موجود من 2007، قلنا الكلام ده، والزعيم معانا من 2010 و2014 و2015 و2016 الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. كل التحية والتقدير، والسلام عليكم